احنا لازم نعيد عمل الاشعه عشان نتاكد اذا كانت الشظيه ثابته في مكانها ولا بتتحرك. واتمنى من الله انها تكون ثابته في مكانها. اما اذا كانت بتتحرك فالموت هيفاجئ المسكينه لمجرد اي انفعال بسيط. مساء التناس يا زعيم. مساء الخير يا زعيم. اهلا اهلا يا عجايب. مساء الخير. ازيك يا جيران؟ مين دي يا زعيم؟ دي خلود. خلود عجايبي، في واحده اسمها من خلود. ما تلم لسانك حبه يا كركور. انا قلت حاجه غلط يا صديقي؟ انت كلك على بعضك غلط. انا بتملى الفرح ميته من غراب البين، وكانت الخسائر ثلاثه متدغدغين واثنين جروح سطحيه وخمسه مرميين في السجن. بصراحه بقى انا بتشائم من صوتك يا حضرات. انا مطرب مش عزرائيل. اسمع انت وهو، احنا لازم نفوق وبلاش تهريج. للاسف كل الليالي اللي كنا بنسهرها سوا كانت هروب من الواقع اللي حوالينا. عشنا في وهم سبغناه بخيالنا. يعني ايه يا زعيم؟ يعني لما كنت بتعمل لي فنجان القهوه يا كروان كنت بشوفك قدامي تطول تطول لغايه لما دماغك بتقرم السقف. وفي احلى من كده يا زعيم؟ يعيل على الواحد لما يشوف الحاجه زي ما هو عايزها. ولما تفوق يا عجايبي على الحقيقه وتكتشف بقى ان كروان ده حته قزم مفعوص. لا مؤاخذه كروان، احنا بنقرب الحقيقه دلوقتي ما دام فايقين. ونفوق ليه يا زعيم؟ وعشان مين؟ ما تخلينا كده متسلطنين. حسنا لو فوقت همسك سكينه وانزل اقطع في رقاب الحريم. وانا كمان لو فوقت ثانيه طولي على البرج وارمي نفسي من فوقه عشان تهرب من المسؤوليه. دول تسع عيال يا ابو علي، دول لو صرخوا كلهم في بق واحد وقالوا جعانين يخرموا طبله ودن اي اب في العالم. ما لو كنت في وعيك كنت شغلت عقلك وضميرك. تسعة يا مفتري. لو سمحت يا صفا بدل الورديه بتاعت الاخرى عشان عندي تصوير. اشمعنى انا يعني اللي عايزني ابدل لك الورديه؟ والله الاستاذ فتوح هو اللي امر بكده. بقول لك ايه، ما رحتش ليلة ست الحسن والجمال تديك اجازه زي النوبه اللي فاتت؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ صحيح اللي اختشوا ماتوا، بقت سوى سمعتها وكمان لك عين تتحكم. عيب يا راجل، حرام عليك، انت ما عندكش ولايه. انت عايز تجر شكل معايا وخلاص. ده عايز يفهمني ان سيدة الفندق واقعه في دباديبه. عيب يا قبل ما تكمل. تعرف يا رنا، انا كل يوم بكتشف فيكي مشاعر واحاسيس جديده. طب وايه اخر حاجه اكتشفتها فيا؟ انك رق واجمل من الورد ده. شكرا يا استاذ حسن. ما بلاش استاذ حسن دي، الحقيقة كل ما بسمعها بحس إن لسه في حواجز بينا. معقولة هيكون في حواجز بيننا يا أستاذ حسن؟ برضه. طب أقول لك إيه بس؟ قولي لي يا حسن، قولي لي يا أبو علي. أبو علي، حلوة أوي أبو علي دي. خلاص. طب يلا نبتدي نرسم يا أبو علي. أيوة بس، في حاجة محيراني في شخصيتك. مش عارف أختار إيه من حاجتين. يا ترى أرسم على وشك نظرة الحزن اللي في عينيكي، ولا ابتسامة الأمل اللي على شفايفك. أنا كنت فاكرة إنك أنت الإنسان الوحيد اللي ممكن تكتشف إن أنا في قمة سعادتي النهاردة. أنا مش لسه قايل دلوقتي يا رندا إنك أنت أجمل من الوقت كله. وأنت يا أبو علي، السعادة بتنط من عينيك.
خبر قد ايه كده انا يا فرحتني؟ ما بدهاش لا، لازم تقولي قابلتها امتى وفين وازاي. لا 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 لا، ما تبوظيش الجلسه ارجوكي، لحسن الفعلات تتلخبط ومعرفش اكمل اللوحه. عشان خاطري يا ابو علي. خاطرك على عيني وراسي. طب قول بقى. شوف يا ستي، بعد اخر صدمه خدتها بقيت انسان كريه وفظ مع كل بنات حواء. وانا طبعا نبني من الحظ جامد، يوم ما جيت لك اول مره في المكتب عشان اعمل معاك حديث اتفضلي بره بره. شفتي قد ايه انا كنت بايخ. بس اذا عارف السبب بطل العجب. العجب من كده ان مع مرور الايام على تصرفي السيء معاها لقيت نفسي ببص في عينيها. وشفت في عينيها ايه؟ خايف اكون عايش في حلم ورفضها ليا يفوقني منه. طب على الاقل صريحه بحبك، ما تحرمهاش من التعبير عن رايها. انا جبان يا رنا، ما اقدرش اواجه الانسان اللي بحبها واقول لها انا بحبك. انت شخصيا تقدري تقولي اللي بتحبيه انا بحبك؟ كبرياء المراه وكرامتها يمنعوها انها تصرح بحبها للراجل اللي بتحبه، لكن ما عيبش الراجل ابدا انه يصرح بحبه الانسان اللي اختارها قلبه. رندا، انا 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 انت ايه؟ يا ريت تقبلي عزومتي لليله دي، عايز افضفض لك باللي في قلبي. يا ريت يا ابو علي، انا كمان عايزه افضفض لك بحاجات كتيره قوي، ولازم احسبها معاك قبل ما انكل محبوب يرجع من السفر. المهم ان احنا الاثنين نكون متفقين. التصرف زي اللي عملته ده يديني الحق في فصلك، لكن الظاهر انك معتمد على طيبه الاكسلانس وعلى انه كان وسطك في التعيين. اعتبرني مستقيل من النهارده. ده الحل الامثل علشان تقدر تقبض مكافاتك. اتفضل اكتب استقالتك. بس انا هكتب استقاله مسببه واثبت فيها ان اداره الفندق ما بتراعيش حرمه الزملاء. قصدك ايه بالكلام الخطير اللي انت بتقوله ده؟ يا سياده المدير، التحقيق اثبت ان الزميل صفوت هو اللي غلطان، ورغم كده حضرتك قلبت الحقيقه وطلعتني انا اللي غلطان. عاوز تقول ان انا ما عنديش ذمه؟ العفو، حضرتك عندك ذمه، بس ذمه حضرتك قاستك. ايه؟ شاهد يا صفوت؟ شاهد يا سياده المدير. انا هفتح التحقيق من اول وجديد. واثبت فيه ان الحقد والحسد والغيره عامت قلوبكم ولوستم سمعة انسان عظيم زي الانسه رندا. انت بتلعب معايا لعبه القط والفار. انا بقى شاطر لا قط ولا فار، انا كلب شرس متوحش ما برحمش خصمي ابدا. الكلب من صفاته الوفاء يا سياده المدير، وما كنتش متصور انك في سبيل غيرتك وحيطتك تقعد معجوب بيه وليه نعمتك. اي خدمه يا انسه رندا؟ شكرا. بتدوري على حد؟ لا ابدا، انا كنت ناوي اتغدى هنا لكن غيرت رايي، لان القعده هنا دمها تقيل قوي. هتلاقي صفوت على باب جناحك وفي خدمه حضرتك. انا مش قلت 100 مره تغير الراجل ده؟ للاسف دي اوامر الاكسلانس. انكل محبوب هو الامر بكده؟ وانا عبد المامور. الدنيا القلب حالها يا ست كرامات، ما بقاش فيه حياه ولا خيشه. خالد، انا اسف جدا يا نوه، ماما عندكم؟ ده لولا وجودها مع بابا جوه كان زمانه اترشق من الغيظ. اذا ما كنتش انت محدد ميعاد الزياره. ظرف طارئ وما كنتش متوقع انها تتاخر بالشكل ده. طب اتفضل خدها من قصرها وما تناقش بابا في اي حاجه، لاحسن روحه بقت في مراخيره منك. ربنا يستر. خالد عشان خاطري تعالى على روحك المره دي. مش للدرجه دي يا سي مدبولي، خلي عندك امل وايمان بالله. السلام عليكم يا عم مدبولي، انا اسف اللي اتاخرت. اهلا بشباب اليوم اللي مفيش منه. ما تقعد يا خالد. انا مش هقعد لما يقبل اعتذاري. اقبل ولا ما اقبلش؟ ايه خلاص، الدنيا اتقلب حالها واللي كان. لا حول الله يا ربي. امال فين ماما يا ابله؟ بسلامتها ست زكيه مستاذنه في المطبخ، قلت لها ساعدك. حلفت 100 يمين ما امد ايدي في حاجه. قعدت بقى مع بسلامته باباكي ادردش شويه. فهمت بقى يا ست كرامات،
على ايامنا كان الحال برد الحال، كان الواحد مننا يعرف الخيشة ويحترم اللي اكبر منه. طبعا يا سمبولي، هو في احسن من ايام زمان ورجالة زمان؟ ما تقعد يا ابني واقف كده ليه؟ لما انزل لي عم مدبولي عشان اطلع معرفش الاصول وتبقى حكايه حكايه. لا تفقد يا ابني الله، وانا هتحملك كمان ذنب وقوفك. بعد عنك يا راجل يا طيب، ما تقعد يا ابني، اقعد يا حبيبي جنب عمك، اسمع كلامه، ده زي ابوك. اقعد. ايوه يا خالد، ده خالد عامل عمايله معاكي. بروفت العدد اللي فيه الريبورتاج بتاعه معايا اهي. متشكره قوي يا ناديه. لا لا انا جايه لك حالا، مع السلامه. اطلع يا ابني، انت عارف تخطب بنتي، هما كلمتين مختصرين مفيش غيرهم. انا ليا شروط، توافق عليها اهلا وسهلا، ما توافقش كل واحد منا يروح لحاله. خالد موافق على كل حاجه، ونهى هتكون في عينينا ان شاء الله. لازم اسمع الكلام ده من بقه هو، واللي اوله شرط اخره نور. ايه شروطك يا عم تقول؟ مهر لبنتي 2000 جنيه، ما ينقصوش مليم. أنا بقى هدفع 2500. نعمة. بنتي لازم تسكن في شقة 3 أوض، والشقة تكون جاهزة قبل كتب الكتاب. ولا وزير الإسكان يقدر يضمن لك الحكاية دي. أنتوا مش حاسين بأزمة السكن اللي في البلد ولا إيه؟ ما تسيب حكاية الشقة دي يا سيما تبولي عليا. من بكرة أنا وست كرامات ننزل ندور، وإن شاء الله ربنا هيوفقنا. أنت قلت لي إن الخلو جاهز معاك يا خالد، مش كده؟ انا مش هدفع اكتر من 3000 جنيه خلو. نعمة. فاضل ايه تاني يا سي مدبولي؟ فاضل تتفقوا على يوم الخطوبه تحت ارضكم. برافو برافو يا نادي، الموضوع يجنن. بس ده مش موضوع يا حبيبتي، ده اعلان اتعمل بناء على طلبك ولازم يندفع ثمنه، وسيادتك اللي هتكوعي 300 جنيه. اتفضلي. مش كتير اللي بتعمليه ده؟ ما دام اقدر اسعد خالد واساعده، ما ساعدوش ليه؟ ما قلناش حاجه، بس انت كمان لازم تعرفي راسك من رجليك. لما كان بيشتغل في الاوتيل اهو كنت بتشوفيه وناتي وعارفه اخبار، لكن دلوقت هتجري وراه في الاستوديوهات بصفتك ايه؟ بصفتي صديقه. في حد برضه بيصدق ان في حاجه اسمها صداقه بين راجل وست؟ خالد لو بيحبك يا رندا لازم يتقدم لك عشان تبقى علاقتكوا طبيعيه قدام الناس. انا سبق وقلت لك يا ناجي، انا لا يمكن اطلب من خالد طلب زي ده. كرامتي ما تسمحليش اني اقول له يخطبني. وكرامتك هتسمح لك انك تجري وراه في كل حته عشان تعرفي اخباره؟ طب والحل؟ مفيش الا انك تشتغلي ممثله. والله فكره، الاستاذ عثمان المخرج كان هيبوس ايدي عشان اشتغل معاه في الفيلم الجديد. ما تعقلي يا رند، هو الحب لخبط كيانك بالشكل ده؟ عندك حق يا ناجي، انا بصراحه بقيت متلخبطه خالص، مش عارفة اعمل ايه. على العموم الليلة دي هتعشى مع الاستاذ حسن، وفي نيتي احكي له كل مشاكلي. وحسن مين ده؟ الاستاذ حسن باسط المجنون بتاع المتحف. سبحان مغير الاحوال، هو مش كان طردك من مكتبه؟ ما احنا بعد كده بقينا اصحاب. ما خبيش عليك يا نادي، انا استريحت له قوي. بقى مكسوفة تقولي لخالد انه يطلب ايدك، ومش مكسوفة تقولي لحسن باسط انك بتحبي خالد. انت ما تتصوريش علاقتي بالاستاذ حسن تطورت قد ايه بعد سفر انكل محبوب، لدرجه انه حكالي على كل غرامياته ومغامراته العاطفيه كده. ده طلع لخمه زي حالاتي، مش قادر يقول للانسان اللي بيحبها انا بحبك. اه يعني الليله دي هيتلم المتعوس على خيب الرجل. اصل انا متلخبطه وعايزه افضفضلك بحاجات كتير. مش عارف مين اللي لازم يفضفض للتاني. انا معاكي بكل مشاعري واحاسيسي، فضفضي زي ما انت عاوزه. استاذ حسن، انا ايه؟ انت ايه؟ انا ملخومه خالص ومش عارفه اتكلم. معاك حق، المكان هنا الحقيقه ما بيساعدش على الكلام. ايه رايك لو نطلع على الدراسة؟ اللي تشوفه.
يوم الافتتاح يا استاذ حسن وبعدين جينا هنا. طبعا فاكر، ودي حاجة تتنسي. ليه الذكريات الجميلة دي الواحد ما بينساهاش يا استاذ حسن؟ احنا مش اتفقنا بقى حكاية استاذ حسن دي البطارية بقى؟ صحيح يا ابو علي. دلوقتي تقدري تفضفضي وتقولي كل اللي في نفسك. ما خبيش عليك يا ابو علي، انا لسه مدهوله ومش عارفه اقول ايه. قولي اي حاجه وانت هتلاقي روحك بعد كده. مش هتبطلي كلام؟ ايه رايك يا ابو علي لو انا اشتغلت في السينما؟ وايه اللي خلاك تفكري في الحكايه دي دلوقتي؟ انت شخصيا تفتكر انا عايز اعمل كده ليه؟ ما اعتقدش انك انت بتجري ورا الشهره ولا طمعانه في الفلوس. يبقى ليه؟ سبب شخصي خالص، لو قلت لك عليه هتقول لي انا مجنونه طوالي. هو في احلى من الجنان ابدا؟ حيث كده يا ابو علي، انا بصراحه اتجننت وحبيت. طب رايح يا قلبي قولي لي مين سعيد الحظ ده؟ الله يجازيك يا حسن، انت بتجيبي الكلام ده منين؟ الو؟ لا مش موجوده. اتفضلوا العشاء. مين يا فتوح؟ ده بسلامته سي خالد كان بيسأل على أنسة رندا، وأنا حسب أوامر سيادتك يا إكسلانس قلت له إنها مش هنا. كويس يا فتوح إنك فصصت الولد ده. أنا كنت ناوي أحوله للنيابة يا إكسلانس لولا تدخل أنسة رندا. اتأخرت كده ليه؟ كنت بتكلم في التليفون. إيه رأيك في المقالة دي؟ بصراحة يا خالد، على قد ما أنا مبسوطة من نجاحك، لكن في الوقت نفسه مش مرتاحة. علشان ما بدأت تشير والجرايد بتكتب عني؟ كل ما بتشتهر يا خالد بحس انك بتبعد عني. حتى لو كان في الشهرة دي سعادتي؟ قول عليا أنانية، قول أي حاجة، لكن أنا ما أحبش حد يشاركني فيك. في الحالة دي بقى حبيبتي نهرب أنا وأنت من الناس ونروح نعيش في كهف لوحدنا. يا ريت يا خالد، أنت ما تعرفش أنا بحبك قد إيه. ترى حسن خد باله منك وأنا مسافر ولا لأ؟ اللي حصل العكس يا محبوب. رندا هي اللي كانت واخدة بالها مني وخلتني أحس إن أنا عايش. يظهر يا محبوب ان انا هقتنع برايك على ايد رندا. رايي في ايه بقى؟ اني اتجوز ويبقى عندي بيت وعيله. انت قدرتي تقنعي حسن بالجواز؟ ايه بقى، مش من حقه انه يتجوز يا انكل؟ طبعا من حقه، بس متهيألي انه اتاخر قوي. الشباب شباب القلب يا استاذ. او كده طمنتيني. دلوقتي نناقش بقى موضوع السينما. رندا يا سيدي عايز اشتغل في السينما. سينما؟ انا شخصيا ما عنديش مانع. بلاش كلام فارغ، انت ناقصك ايه عشان تشتغلي في السينما؟ اي حاجة اشغل بيها فراغي. ما كفاكيش الشغل والشقة اللي كنت فيه؟ في ايه يا اخي لما تسألي نفسها وتشبع هويتها؟ اسكت يا حسن، انت مش فاهم حاجة. لكن حضرتك قدمتني للاستاذ المخرج هنا في حفلة الافتتاح. ده كان شيء من باب المجاملة. طب وليه اصريت ان خالد يودي له صور؟ مش عايز مناقشة في الحكاية دي تاني. ليه يا عصبي كده يا محبوب؟ مش عارف يا حسن، انا اسف يا رندا، انا مضطر انام لاني تعبان. وش الفجر يا بيه؟ روح انت نام يا سليمان.
باب شباب القلب يا استاذ. وسهلا في بيتكم. ايه رايك في المفاجاه دي؟ انت كتير قوي يا انكل. انت لسه شفتي حاجه؟ تعالي يا حبيبتي تعالي. ولازمته ايه ده كله؟ ما انا كنت مبسوطه في الاوتيل. انت لازم يبقى لك بيت خاص بيكي. ده مش بيت، ده قصر. القصر لسه هتشوفيه دلوقتي. تعالي. يعني خلاص هتشيلي من دماغك فكرة السينما دي؟ لدرجة دي الحكاية دي كانت شغلك؟ ومنكدة عليا كمان. خلاص يا أنجل، ما تزعلش نفسك. يعني هتعقلي وتبعدي عن الولد اللي اسمه خالد؟ ما تستغربيش، أنا قبل ما أسافر حطيت عليكي أكتر من عين تراقبك. الدرجة دي ما عندكش ثقة فيا؟ يا رندا انت الوحيدة اللي هتملكي ثروتي كلها، من حقي اواعيكي من اي حد يطمع فيكي. بس خالد مش من النوع ده ابدا، ده انسان بيعتز بكرامته. لو كان يعرف معنى الكرامة ما كانش اساء لكرامتك انت قدام موظفين الاوتيل. فتحوا صفوت هما اللي اتجنوا عليه، بدليل انه قدم استقالته عشان ما يديلهمش فرصة. دي حركة بس عملها عشان يبقى في نظرك بطل. انت صغيرة ما تعرفيش حاجة، لكن انا النوع ده اعرفه كويس. انا متأكدة ان خالد مظلوم، مش ممكن يطمع فيا. بقى نعمل علشانك كل ده وتفضلي وقت عليا؟ يا انكل انا ما طلبتش منك حاجة عشان تعايرني بالشكل ده. انا يوم ما عرفت انك انت قريبي فرحت. فرحت عشان لقيت حد من دمي ومن لحمي، مش عشان حضرتك محبوب عبد الدايم. يعني بترفصي النعمة يا بنت تفيدة. أنا مش جاحدة عشان أنكر الجميل، أنا بس برفض إنك تصادر حريتي وتمنعني من إني أختار شريك حياتي. شريك حياتك أنا اللي أختارهولك، إذا كنت عاوزة تورثي اسمي وتكوني جديرة باللي عملته وهعمله علشانك. سليمان عايزك ضروري على التليفون. اسف يا استاذ حسن على الازعاج، اعذرني اذا كنت جيت لك من غير ميعاد.
أنا حالتي سيئة جدا، محدش غيرك ممكن يفهمني. طيب بس ما تضايقيش روحك، أنا جاي حالا. شفت أنا كنت سعيدة قد إيه وما عزمتني على العشاء؟ كان واضح ليتها إنك في غاية السعادة، وأنا كنت أسعد منك لولا بقى إن محبوب وصل وقلبها غم. هو نكد عليا كمان النهاردة، تتصور إن هو بيعايرني إنه تبناني؟ إزاي يقول كلام زي ده؟ عشان كنت صريحة معاه، عشان قلت له من حقي إني أختار شريك حياتي بنفسي. أنتِ يا رندا؟ انا افضل اني اعيش افقر واحده في العالم واختار الانسان اللي بحبه، ولا اني اعيش في قفص الذهب اللي عايز يحبسني فيه. برافو عليكي. يعني هتقف جنبي مش هتتخلى عني؟ انا مستعد اتحدى العالم كله علشانك. سيبيلي انت محمود ده، انا هعرف ازاي اوقف عند حده. بلاش تجيب له سيره دلوقتي، سيبه لما يهدى شويه، ولغايه ما انا كمان اعرف موقف خالد. خالد مين؟ خالد ابن طنط كرامات. وايه دخل خالد في موضوع زي ده؟ ما هو خالد اللي انا بحبه، وهو اللي هيكون شريك حياتي. ما قلتليش ايه رايك يا ابو علي؟ انا قلت حاجه غلط؟ انت خالد ابن كرامات؟ انا خالد فوزي يا استاذ حسن. كل تصرفاتك غلط في غلط. الخالد قال هو خالد انسان مش كويس، انا كنت فاهم ان هو انسان عزيز عليك. خالد بدليل انك انت توسطت له عشان يشتغل في الاوتيل. عشان يشتغل مش عشان تحبيه حضرتك. انت اكيد في حاجه مخبيها عليا. خالد مش غلطان، انت اللي تصرفت تصرف بنت طايشة. هو الحب عندك طيش؟ الحب انبع عاطفة، بس انت ما اخترتيش الوقت المناسب عشان تفاجئيني المفاجأة ديت. ما قدرتيش استني لغاية لما خلص اللوحة. كنت فاهم ان خبر زي ده هيبسطك. كل حياتي، كل انفعالاتي. انت انا مش عارف اقول لك ايه.